في العهد الجديد كانت الكنيسة في أيام الإمبراطورية الرومانية كان كل شيء على ما يرام، استخدمت القوانين والطرق الرومانية حتى توصل الرسالة لكل أنحاء العالم. لكن بحال ما طلب منها أنه تنكر إيمانها أو تقدم بخور أو شموع أو عبادة للإمبراطور فرفضت المسيحية وواجهت أشد وأشرس الاضطهاد. وهذا طبعا سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد.